waa munaasabad wanqala oo loo sameeyay furitaanka dugsi cusub oo Boordhan ah oo laga furay koonfurta caasimadda Hargeysa oo lagu magacaabo Birrul Waalidayn. Ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha guud ee dugsigani Shucayb Maxamuud Haaruun, kana warbixiyay dugsigani Boordhanka ah. Waxaan xafladan u sameynay markas magaciisa la yiraahdo Birrul Waalidayn, حفظ القرآن والتربية الإسلامية إن شاء الله. مركز كاس مراكز دي هرقو ترتي أمبو قيب كي هي إن شاء الله دذلك هرقو السعودية من بان أنا جونا كسو قيب قلنا مركز كقيبه سو هذا نسك سو كابه لوا قيب أو قيب سمايا قيب بوردين أه أرديدو أيكو حرانة يعني إيشي هو يوه أو السحنة يعني إن شاء الله. يا قيب أيه ونبوني كوحمة عند أمين أو الصبح يمرك يسوق الآن تضبضة إلا يقبيل المخرب أي شو جيان إن شاء الله. معناها ماشي كقدين يا موي ماشي يكون الصنايع يعني مخرب كمرك سودة وادم بيتجد هنا. إن شاء الله مركان سكون مع الناس في عن وأخبار دونا لكن جودهان وحن وطلق لنا إن شاء الله حفظ القرآن كا هي تربية إسلامية هي علوم القرآن هي علم القراءات إن شاء الله. وقت واسكوك ومن درتي إن شاء الله وحان ربي هدي له يقدره إن أنت قصو كوبا إن شاء الله كل ما يشون ويلو ذهي وحويا آد بيقولو ذهي معركة إن شاء الله مركا هدي له يقدره وان وحوي انت ان كبلن وحن كقادنينا ان شاء الله حفيظ كان وسو بوغان دونتان اادي اد بنيغا مهدعلينيا وقتي و كوبن درتي جيست كلنا علماء و اقونيهن يا مرتي شرف كلو حفله ده فرك دوكسغاني عصب كسو قيب غلي ايا ايغونا هلكاسي كبوغاديي مسؤولين تدوكسغاني بوردن كاي بيرول والدين هيرغليي ثاني حفله دم بلان قروح ده بدن اي مراكز تاع علمي قال لو ديري غلينيو تيرده جوغتا انت لاغتا هذه هولا كلا إيو سياسة دي دي يدم حفلة لو قبل لها انتبا إما لهيت رنتي وين أغنى هاي لكن انت حفلة دك سوق يبقى شيء وإن نصيب له وحلا بلابا يا ومركز علمي يا قرآن وكتاب كإلهي قعنت كل جو وحي كلا ورعا وقروح والشرف لكن كل جد إن لقوا أنقريو وحوي ومن سبحان الله يا بانو كفر حسنا هاي in markas kan oo kale layno sameeyo iyadoo kugu horinay jireen aan waxaan kala ogahay sheekhan sheekh Shucayb in markas ka ino furay inuu runtii khibrad u leeyahay oo yahay sheekh qariya oo shaqadan waliba in badan ku shaqeeyay isaga iyo ragga la shaqeynayba runtii inay ka soo bixi doonaan aad baan u rajaynayaa idin ku khayr badan qofka quraanka barta dadkana baraha macnaha waalidku markii ilmihiisi uu soo diyaariyo ee ugu tala galay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa u xifdisiyo oo u qaybsiyo oo macallin la hubo tarbiyadiisa iyo xaq uu ka soo jeedo iyo background-kiisa la garanayo uu u keeno ee si fiican uu u barto ardaygaas wuxuu noqdaa ardayga hadhow waalidkana anfaca الدنيا آخرة أنا ودي سنة مركز كا إنه ميت بركة إنسان كديجو إلهنا وحنا ودي سنة سبحانه وتعالى إنه ضدك كوا أنفعه ووحنا صوكر لي إلهي كرر كهينو سياديو قن مال إسلام إي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إن أتكبرتو عشرة ديني أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى الدينية تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر